سفير، استاذة في المدرسة، مهندس زراعي، الإخباري، طبيب، صحفية، مهندس ديكور، مهندس معماري، ممرضة، مهنة. اختيار المهنة مو بسهل، الاختصاصات عديدة، سوق العمل متشعبة، الاتجاهات مختلفة، الخيار واسع. القرار على الشباب مو بسهل، هو قرار العمر. مهمتكم تسهيل المهمة على الشباب، بتدورون على المهنة، بتتخصصون عن أصول تدريسها في الجامعة إلى فن تطبيقها عملياً إلى أسرار نجاحها على أرض الواقع. مهنة وحدة وثلاث اتجاهات. رافد، دبلوم هندسة إلكترونية، مهمته التوجه إلى الجامعة لمعرفة أصول الاختصاص وأبرز قواعده. سعود، دبلوم هندسة الطيران، مهمته التوجه إلى حقل العمل اللي يترجم النظريات العلمية ويضع المهنة موضع التطبيق. شيخة، دبلوم فنادق وسياحة، مهمتها مقابلة شخصيات ناجحة تقدم خبرتها وبعض أسرار تميزها، وبكذي يسهل على الشباب اختيار مهنة العمر. اهلا اهلا شباب. هلا مرحبا راشد، كيف الحال؟ مرتاحين في الجلسه؟ والله الحمد لله مرتاحين راشد. ها، اقدم لكم عصير ولا قهوه؟ لا لا شكرا شكرا، عيل اجيب لكم اكل. شو سالفتك راشد؟ زايد الكرم اللي معنا اللي عندك اليوم، شكلها المهمه صعبه. لا لا لا، انا كنت احاول اكرمكم واحسن استقبالكم، لان اللي بتختبرونه اليوم يشبه اللي قاعد اسوي لكم. شو تقصد يعني اليوم احنا راح نتكلم عن الضيافه؟ صحيح، وبحسن الاستقبال وحسن التصرف. مدام فيها ضيافة أكيد مرتبطة ارتباط كبير ويا الناس، وخاصة السياح. يعني تقصد أن احنا نكرم السياح ولا بطلباتهم؟ صح، مهمة اليوم بتكون التعرف على مهنة إدارة الفنادق والسياحة. يلا توكل على الله. في قطاع السياحة والخدمات تقدم مهنة إدارة الفنادق مجموعة من النظم والمبادئ لإدارة المرافق السياحية وتقديم أفضل الخدمات للسواح. الإدارة الفندقية مهنة شهدت تطور كبير بفضل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، طبات العمل فيها يعتمد على معايير عالمية للضيافة والخدمات. حسن الضيافة والاستقبال، التواصل الجيد مع الناس، والتفاعل الاجتماعي هي من أبرز الصفات المطلوبة للمتخصصين في هذه المهنة.